إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد وفي تحليل جديد للبيتكوين كما تعودنا يوميا. لكن قبل البدء أدعوكم للاشتراك في قناة تليجرام المجانية، هذا هو رابطها، اضغطوا عليه من صندوق الوصف لهذا الفيديو مباشرة. أي شخص تواصل معك بهذا الاسم أو بهذه الصورة فهو نصاب، اضغط على هذا الرابط مباشرة من صندوق الوصف لفيديوهاتنا بقناة العملاء الكاتب الموثقة باليوتيوب. بعد الضغط على هذا الرابط تصبح عضو في هذه القناة المجانية التي يشارك معك فيها أرباح المشاركين في دوراتنا التدريبية. لاحظوا مثلا هذا الأخ سلوان يحقق 5170 دولار من الذهب ربح. لاحظوا كذلك هنا أخ حسن 366 دولار ربح من البيتكوين. هنا كذلك حسن 152 دولار ربح سكالبين من البيتكوين. لاحظوا كذلك محمد كمية الأرباح التي يحققها ما شاء الله. كذلك لاحظوا هنا أخ علي 1345 دولار، أيمن 501% ربح من البيتكوين، 171% ربح من بيبي تقريبا 1700 دولار، 286% ربح من البيتكوين، 377% ربح من البيتكوين. لاحظوا كمية أرباح قوية 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 جدا نشاركها معكم يوميا لنثبت لكم قوة ما نقدمه من علم ومن معرفة، علم المنطق في التداول. وهذا العلم لا يمكنك الحصول عليه إلا إذا اشتركت في هذا العرض. هذا أفضل عرض يمكنك الحصول عليه إذا أردت احتراف علم المنطق. هذا العرض فيه جزئين، جزء نظري وجزء تطبيقي. الجزء النظري هو دورتين، فيديوهات 34 فيديو مسجل، تحليل موجي وبرايس اكشن، ليس فقط دورة واحدة. هذه الفيديوهات تعطيك 30% مما تحتاج لكي تحترف التداول، 30%. وال70% الباقية تحصل عليها في قناة التحليلات اليومية، وقناة التحليلات اليومية هي التي هي السبب في كل هذه الأرباح. لماذا؟ لأننا نحلل فيها يوميا كل الأسواق، فوركس، كريبتو، أسهم، مواد أولية، لأن هذه التقنية تستعمل في جميع الأسواق. منطق، المنطق يستعمل في جميع الأسواق. كذلك تحصل على في هذا العرض على 4 أشهر اشتراك في قناة التحليلات اليومية، وعلى 4 أشهر اشتراك في مجموعة النقاشات، زائد كتاب استراتيجيات يلخص لك كل الاستراتيجيات التي درستها في هذه الدورة. كل هذا ب 197 دولار فقط، أقل بعشرة أضعاف من السعر الحقيقي. إذا انضميت إلى العائلة تتعلم تطبق وتحقق الأرباح في نفس الوقت إن كنت جادا في التعلم. رابط الاشتراك مثبت في تعليقات هذا الفيديو أو الرابط وفي صندوق الوصف لهذا الفيديو، كذلك أول رابط اضغط عليه تواصل معي مباشرة على الخاص على التليجرام، أنا الذي أجاوبك. تبدأ رحلتك نحو 5% الرابحين وتبتعد عن 95% الخاسرين. لا تنسوا كذلك إخواني أخواتي الذهاب إلى الموقع beprowavetrader.com، beprowavetrader.com. في هذا الموقع هناك مقالات يمكنكم قراءتها وكتب يمكنكم تحملها مثل الدليل الأساسي للشمال اليابانية المتدينين. فقط اضغط على الإبداع مجانا لأمريكا الخاص وتصلك الكتب لأمريكا الخاص. تحذير: التداول مهنة خطيرة يمكن أن تخسر لك أموالك، لذلك كل ما نقوم به في هذه القناة وذا مغزى تعليمي وتثقيفي 100%. لا نعطي لا نصائح مالية ولا استثمارية ولا توصيات. إذا تضغط على زر الشراء والبيع أنت المسؤول، مسؤولية تامة عن قراراتك. قناة العملاء في الكاتب لا تتحمل أي مسؤولية. كل ما نطلب منك أن تراقب، تقارن، تشاهد، وإذا عجبتك الطريقة يمكنك الانضمام إلى عروضنا وإلى دوراتنا. البيتكوين كما قلنا، طالما نحن فوق منطقة في فوق هذه المنطقة اللي هي منطقة الجدار، منطقة 63871 دولار، لن أبحث عن البيع، سأبحث عن الشراء دائما. وتتذكرون بنية هذه الموجة الصاعدة من مستوى 15000 دولار إلى 73000 دولار هي على شكل دبليو إكس واي، دبليو إكس واي، دبليو إكس واي، مع زيادة في المومنتوم، زيادة في الزخم، مما يقول أنه بعد هذا التصحيح سيكون هناك صعود لكسر القمة دبليو إكس واي إكس زد لكي تكتمل الزد. بعد اكتمال الزد هذه الحركة غير طبيعية لأنها قوية، مفروض أنها تكون تصحيحية لأنها جاءت بعد موجة دافعة، جاءت بعد موجة دافعة من جاية من الأسفل، فمفروض أنها تكون تصحيحية مش قوية، فبالتالي قد يكون هناك تقفيل لهذه الموجة في المستقبل. هنا متى؟ الله أعلم، يعني قد يصل السعر إلى 73 ألف دولار ثم يعود، قد يصل إلى 87 ألف دولار اللي هو ما يوازي 127 في بلاند شيك اكستنشن لهذه الموجة ثم يعود، أو 104 ألف دولار ما يوازي 161.8 في بلاند شيك اكستنشن لهذه الموجة ثم يعود. إذا قد يعود في أي لحظة، فقط يعني نحتاج إلى ماذا؟ إلى كسر 73 ألف دولار. لكن هناك ما يسمى بالترونكيتد ويف،
التي قد لا تكسر هذه المنطقة، لا نتوقعها، قليل وإن بتحصل لا نتوقعها لكنها ممكن تحصل. طيب الآن إذا ركزنا في هذه البنية، الموجة الأخيرة، هذه الموجة الأخيرة إذا ركزنا فيها جيدا سنجد أنه إذا ذكرتم، كنا قلنا أنه ممكن يكون هدراني، كنا قلنا أنه ممكن يكون هدراني، وإذا كان هدراني كان يجب أن يصحح هنا ويطير السعر، لا يجب أن يعمل لنا هذه الحركة. إذا هل تغيرت البنية؟ هل هناك إشكال؟ هل ربما سنبدأ في تصحيح كبير هنا؟ مفروض أنه لو كانت هذه موجة دافعة خلاص لازم يطير، فبالتالي هل سيتغير النموذج؟ هل هناك احتمال أو إمكانية أن يكون هذا رنين؟ كذلك هكذا، وتلغى كل هذه الموجة، تصبح كلها موجة واحدة، سيعطي إشارة، سيقول لنا ذلك، سيتحدث مع البيتكوين. لكن في جميع الأحوال كلما بقينا فوق هذه المنطقة كلما كان هدفي هو الصعود الشراء وليس البيع فوق هذه المنطقة. كلما كنا فوق مستوى 63900 دولار اللي هو هذا الجدار، سنبحث عن الصعود. إذا إذا كان هذا رنين سيعطي إشارة، لأنه المفروض لو كان الرنين هو، ماذا قلنا؟ قلنا إذا كان هذا رنين يجب أن يطير بعد كسر، بعد أن تم كسر هذه القمة كان يجب أن يطير السعر مستوى 68000 دولار. توقعنا انه يكون هذا رنين، وتوقعنا انه يساعد يكسر القمه، بالفعل ساعد كسر القمه، لكن لما كسر القمه يجب ان يطير رنين، مش يعمل لي هذه الحركه، لان ربما اخطانا في النموذج، وش اوكي، يعني مقبول، لا مشكله في ذلك طالما نحن لازلنا في الطريق الصواب اللي هو الصعود. طيب هل هاتي كلها قناه؟ يعني هل يمكن ان يكون هذا اكسباندين ويدج، يسمى اكسباندين ويدج، يعني ينزل ويعطيك اكسباندين ويدج ويصعد؟ كذلك ممكن. اذا قد يكون نموذج معقد، قد يكون نموذج معقد في جميع الاحوال، في جميع الاحوال عندما تكتمل بنيه هذه الموجه. كذلك هل ممكن يكون هذا راني اكسباندين لكنه اكسباندين سيء؟ لماذا؟ لانه كبير، هذا النموذج كبير بالمقارنه مع هذه الموجه، لذلك هو سيء، لذلك هو سيء. وإذا لاحظنا، إذا قمنا بربط قد يكون هذا فقط ما يسمى بالإكسباندين ويج، أو خلينا نسميها قناة. إذا شوي البيتكوين بدأ يتعقد، لكن الاتجاه هو صعودي، نماذج تتعقد لكن اتجاه صعودي. طيب كل ما أحتاجه في هذه الموجة هو تلاعب، ثم موجة دافعة تصحيح، وسنبحث عن الصعود فقط. كل ما احتاجوه هو تلاعب، لأن هذه الموجة فيها تناقص في الزخم، إذا لاحظتم، لاحظوا بدأ التناقص في الزخم، لاحظوا، خليه يتلاعب، يعني يغري الناس بالبيع، يغري الناس بالبيع. كما قلت نحن نبحث عن الصعود، ما دمت فوق هذه المنطقة سأبحث عن الصعود، وأكرر، ما دمت لازلت فوق هذه المنطقة دائما أنا باحث عن الصعود، فوق هذه المنطقة دائما أنا سأبحث عن الصعود. تلاحظون ليس لأنها منطقة دعم ومقاومة، لا 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 لا، هي فقط آخر جدار، هي فقط آخر منطقة كان فيها البيج بوي موجود، وتغلب المشترون على هذا البيج بوي البيعي، فبالتالي سيكون هناك حرب في هذه المنطقة. إذن أريد فقط تلاعبا، ثم موجة دافعة وتصحيح، وهنا سنبحث عن الصعود مع كسر هذه القمة مستوى 70000 دولار، تحويل وقف الخسارة إلى بريك إيفن وتركه. طيب ماذا لو صعد من هنا؟ لا مشكلة، لا مشكلة، أعطيني موجة دافعة تصحيح ونبحث عن الصعود، اكسر لي هذه المنطقة مستوى 67700 دولار، ثم صحيح فوقها وسنبحث عن الصعود. لكن أفضل أن يعطيني هذا التلاعب حتى يدخل الجميع في صفقة بيع، وبعدها موجة دافعة تصحيح تكسر لآخر جدار، ويبقى التصحيح في الثلث الأخير ربما على فريم أصغر 15 دقيقة، ونبحث عن الصعود، كسر هذه القمة بريك إيفن، هدفنا هو القمة، هذه القمة، وبعد كسر هذه القمة سنرى هل سيصل إلى 127 في بوناتشي إكستنش لهذه الموجة، 161، وبعد ذلك سنبحث عن
البيع لأخذ طول هذه الموجة مستقبلا، وبعد أن نحصل على طول هذه الموجة مستقبلا سأبحث عن الاستثمار الصعودي في البيتكوين على المدى الطويل، لأنه بعد ذلك ستكون البنية واضحة وسيكون هناك احتمال كبير جدا أن يطير البيتكوين ويصل إلى 100,000 وأكثر، يعني قد يصل حتى إذا كان هذا رنين. خلينا نقيس استعمال فيبوناتشي اكستنشن، يعني 102,000 دولار وما فوق وما فوق، يعني تاخذوا من 20,000 او 21,000 الى 102,000 دولار، لكن تحتاج ان يكتمل هذا النموذج، ضروري من اكتمال هذا النموذج، لان هذه الحركه غير طبيعيه في السوق، الحركه القويه. لاحظوا، كان هذا تحليلي اليوم للبيتكوين، أتمنى أنكم تستفيدون من هذه الفيديوهات، إن كنتم كذلك فجروا لايك، ضعوا تعليقاتكم أسفل الفيديو، لا تنسوا إذا أردتم احتراف التداول أن تستغلوا عروضنا، تلاحظون الأرباح نشاركها معكم يوميا، هذا بفضل قناة التحليلات اليومية، لأنها هي القناة التي نطبق فيها هذه أفضل قناة في العالم العربي، قناة تحليل يومي، نحن نعلمك كيف تصطاد السمكة، نعلمك كيف تصطاد السمكة، لا نعطيك توصيات ولكن نطبق معك يوميا، يوميا نطبق معك في كل الأسواق، لكي تفهم سلوكات الأسواق، تفهم كيف تتعامل مع كل سلوك على حدة، وتفهم كذلك كيف تطبق هذه الاستراتيجية أو هذه الاستراتيجية حسب يعني ما تفرضه عليك أو ما يفرضه عليك السوق. إذن هذا هو العرض، استغلوا هذا العرض إذا أردتم احتراف التداول، رابط الاشتراك مثبت في تعليقات هذا الفيديو أو رابطه في صندوق الوصف لهذا الفيديو، كذلك هو رابط تقطع لتواصل معي مباشرة على الخاص على التليجرام، أنا الذي أجاوبك، تبدأ رحلتك نحو 5 المرابحين وتبتعد عن 95 بالخسر. لا تنسوا أن هدفنا هو تعليمكم وأن العلم لا يفقد. بالسلامة ورحمة الله تعالى وبركاته.